بل كثير من سيسمو مدير بي ما انت كان ثم قناعه كامله اللي كونه راه بعد التراجع عندنا الاتوال بعد الاتوال عندنا الكوب بعد الكوب عندنا كوب دافريك ما انت ثم القناعه ذي في جماهير النادي الافريقي معناتها ما نتفقش معناتها مع السيد المدير الامني معناتها نحترموه برشا كيف قال الجمهور مش قابل الهزيمه مش صحيح خاطر لعبنا عده مقابلات ونهزمنا وما صار شيء ذي منهم مقابلات مصيريه نتذكر معناتها اهمها واشهرها مباراه الاهلي المصري اللي كانت هزنا معناتها لدور المجموعات في كاس الكاف واحنا ابطال تونس 60,000 متفرج من النادي الافريقي النادي الافريقي انهزم بضربات جزاء ورقه حمراء وكل شيء ورغم ذلك خرج الناس كل فرحانه وستي معناتها ستي ماتش اللي فيه 8 تعليل وما صار فيه حتى جرابيش فما الجمهور الافريقي مش قابل الهزيمه بالعكس نقبلوا الهزيمه ومتفقين ثم هزيمه وانتصار وتعادل ونعرفوا للبطوله حتى اذا كان معناتها ما انتصرناش نهارتها ولا حاجه معناتها نعرفوا للبطوله مازالوا عندنا دوز شونس سبورتيف اخرين نهارت الماتش بلوتو 48 افون لو ماتش صارت دونك لانسيدون تاع لافويت معناتها تاع الماكيت تاع الدخله اللي احنا اعتبرناها معناتها عمليه استفزازيه ماناش نتهموا في الوزاره الكل ما قلناش وزاره الكل معناتها مدبره الامر استفز لكن حتى اذا كان فما عون ولا زعوان ولا مجموعه من الاعوان قامت بالشيء هذا يعتبر معناتها امر مستفز جدا لعده اعتبارات الاعتبار الاول اللي كونوا نعرفوا الرمزيه نتاع الدخله بالنسبه للجون اللي جاوا للستاد اللي هما ما تلمهم كاش لا باسيون الحاجه الوحيده اللي تخليهم يعملوا الحاجه هذيك لا باسيون الى مور دو كلوب نعرفوهم يلموا برشا فلوس نعرفوا معناتها لو ديفي نتاعهم شاخلتوا يعملوا الدخله نعرفوا اللي هما ديما الدخله يحبوا يهزوها للمراتب العالميه باش ينوروا الجمهور التونسي باش ينوروا الرياضه التونسيه باش ينوروا التلفزه التونسيه فهمتي فما راعنا اللي الدخله خرجت ولذي حادثه بتصير لاول مره يمكن في تاريخ الجماهير في تونس وكنا بتتر نتغشوا اما يمكن ما نعلقوش لكن اكيد نتغشوا اذا كان صارت لاي مجموعه احباء اخرى في الجمهوريه التونسيه كلكو سوا الالوان نتاعها فكانت هذه حركه مستفزه ونزيد ناكد لك خويا معز والحاضرين زاد بتتر ينجموا يشاطروني الراي لكون اذا كان ما دخلناش وما عملناش البيان هذاك يمكن ما كناش نطيحوا التونسيون احنا طيحنا التونسيون بالعمليه هذيك خاطر ما تصوروش الاحتقان اللي كان موجود نهار الجمعه في الليل بريف نجيو دونك نهار الاحد الصباح للامانه دخلنا للصباح الحق هما صحابنا معناها المديرين الموجودين غادي كنتعاملوا معهم كل اسبوع ما نلقاو منهم كاش الاحترام ويظهر لي هو زاد متبادل اللي يقولوا لنا عليه نحاولوا نعملوه نحاولوا نلبيه معناتها ناديه معناتها كل كلمه يقولوها لنا ونحترموهم برشا ونثمنوا برشا المجهودات نتاعهم اللي يقوموا بهم وقلناها في الوقت السابق معناتها منذ سنوات وتوا اللي هما تعبين برشا في الاستاد بحكم اللي هما يقفوا من الصباح بحكم اللي هما زاد تصير عليهم ضغوطات بحكم ساعه يسوبيس لا بريسيون دي ماتش لكن بقى في المباراه نتاع الاسبوع هذايا حسينا كانهمش عندهم دي بريكوسيون ماناش فاهمين نتاع شنو يقولوا لهم الافريقي باش تعمل الافريقي عمرها ما عملت اللوطه الناس الكل معناتها تحكي اللي كونوا باش تصير حاجه في المنكورات نادي الافريقي يظهر لي بالعكس احنا يلوموا علينا الجماهير نتاعنا كيفاش احنا عاقل الجمعيه يمكن الجمعيه الوحيده اللي ما عندها حتى دخل بالبريسيون على المانكورونت معناها والبريسيون على ليزاربيتر الكل يظهر لي وهذا اون تولي كا اللي يلام علينا في جمعيتنا رينا الامنيين معناتها سون عندهم بريكوسيون هذا مفهوم ومتفاهم منهم باش تعادل المباراه في كنف الروح الرياضيه وفي اطار طيب دونك ريناهم سيغ لوغ كارد وكاينهمش سامحني في الكلمه وهذا يمكن تاكدنا منهم كانهمش جاو معناتها حاسين الامن باش يحمي الترجي من مسؤوليه وجمهور النادي الافريقي جمهور النادي الافريقي عمره ما اعتدى على حتى فريق كو سوا معناتها غير تونسي معناتها في مسابقات قاريه ولا تونسي نفس مع البطوله جمهور النادي الافريقي التصرفات نتاعو حتى كي يخرج على النص وهذا موجود اما كي يخرج على النص يظهر لي ماهوش قاعد يخرج على النص اكثر من جماهير تاع جمعيات الاخرى في تونس وهذا مانيش قاعد نبرر اللي يستحق عقاب يستحق عقاب لكن مش قاعد يعمل في حاجه معناتها مش قاعده موجوده في الكره في تونس دونك ماذا بينا اذا كان فما معناتها تعاطي يتم التعاطي على الكل ونعالجوه الكل بريف الحركه الاولى دونك اللي كانت مستفزه معناها يمكن من الاول هي مش مستفزه انا شفت دونك ثم سيباراسيون تاع بالامنيين دونك في وسط الجمهور انا قلت سيرتينمون معناتها باش يكون ثم سيباراسيون معناتها وذي معناتها باش ترجع باش يطيحوا طونسيون باش ما يستقش جمهور البعض مع العلم اللي مجموعات الاحباء اللي تقعد لوطه في جماهير الافريق انتم زاد عديتوها وعديوها القنوات التلفزيونيه الكل اللي كونوا في الاشهر الاخيره مجموعات الاحباء تاع نادي الافريق دوما يزفر للبيتر دي بيدي ماتش الكل يمسكوا لبعضهم يغريهم بعضهم كانت بادره طيبه معناتها بور ابيزي لا طونسيون كانت حركه طيبه وما ثم حتى مؤشر يقول اللي ثم دي كونفرونتاسيون يمكن يصيروا بين مجموعات الاحباء بالعكس خرجوا بيانات قبل المقابله كانوا يد واحده باش ندزوا وماش مباراه مصيريه الى اخره كيف شفنا السيباراسيون الامنيه موجودة غاديكا انا واحد من الناس كنت نتوقع وكنت قاري اللي كونه باش تكون موجوده على اليسار وعلى اليمين ستادير في جمهور الافريقي جمهور ترجي خاطر يظهر لي معناتها المعطيات والمؤشرات هما بيدهم ينجموا يكونوا موجودين فما راني اللي مريتها كاش في جماهير النادي الافريقي ما ريتهاش في جماهير الترجي مش معناتها نحبها تكون موجوده في جماهير الترجي لكن ما ريتهاش في جماهير الترجي وهذا يطرح اكثر من تساؤل وزاد مع العلم اللي جماهير الترجي اللي في الفيراج اللوطه اعدادهم اكثر من جماهير الافريقي في الفيراج اللوطه
دونك ما ثماش حتى مبرر يخلي يكون ثم تواجد امني اونيكمون في فيراج نادي الفريق اللوطي. ما ثم حتى مبرر يكون غادي ونعرفوا. وانت زاد معاذ تعرف بلي دائما لا لا خلينا نكمل مثالش انت بالارشيد اكثر الناس اللي حللت الظاهره بتاع الجروب دو سوبورتير اللي انا جيتو تفاعلوا معايا معناتها خلينا نوصل وين نحب نوصل وكهو. من اكثر الناس اللي حللتوا الظاهره معناتها بتاع الجروبات معناتها من قديم الزمان وتعرف اللي من الحاجات يمكن اللي تستفز الجمهور التواجد الامني غاديك ويمكن عدم تواجد الامن غاديك سابو اوسي ابيزي لا تونسيون. بريف صاروا لي جرابيوش دونك بعد ونعتقد اللي التعامل الامني دونك بعد وذي كلكم اكدتوه والراي العام كله اكدوا الا بعض وسائل الاعلام ما فهمتش علاش مشات في ثنيه اخرى اللي كانوا التعامل الامني مع الاحداث اللي كانت موجوده اللي هي جادو بروجكتيل وجادو فلام كان تعامل عنيف وتعسفي وشامل. اذا كان ثم 50 انسان عمل معناتها جادو بروجكتيل وجادو فلام ثم شرطه فنيه تصور ويكون التعامل الانجع كونك تتعامل معاهم بعد المقابله ويظهر لي الامن نتاعنا معناها نعرفوا الكفاءه نتاعو نعرفوا الامكانيات نتاعو والخبره نتاعو يعرفوا يجيبوا الناس من ديارهم. دونك 50 ولا 60 ولا 100 ولا 200 اللي عملوا ينجموا يجيبوهم من ديارهم. اذا كان 200 عملوا ما يتعاقبوش 20,000 بالغاز المسيل الدموع معناتها كما قال المسؤول الامني بكريكا الغاز المسيل الدموع اللي واقف في المقابله. ال 200 اذا كان ثم 200 عملوا ما يتضربوش معناتها 20,000 اللي خارج من باب واحد من فيراج نادي الافريقي واللي خارج ياكل المتراك اللي على ظهره واللي على راسه ما يجيش منه يبدا واحد طايح على القاع ومخنوق بالغاز لاكريموجين ويتضرب متراك على راسه مرتين ويمشي للسبيطار ويعمل 20 غرزة على راسه. انا ذي جلي كاليفيه بمحاولة قتل ونتحمل مسؤوليتي. اذا كان انسان طايح على القاع ومخنوق بالكريموجين ويتضرب على راسه ضربتين بالمتراك نتاع شماته هذا انسان شنو باش يعمل كيف هو طايح على القاع وتضربه بالمتراك انت على راسه طايح على القاع ودايخ. دونك شفنا وكيما الصوره بكيك اللي شفناها في الفيتي ار كي بداوا ثم يمكن 5 متر واحد تحصرهم في بريميتر تاع 20 متر كريم على الجرياج هذوك مش تحب تعمل لهم انت تحب تخرجهم من الستاد تحب تعاقبهم شنو تحب تعمل لهم هذوك هذوك شنو تحب تعملهم؟ معناتها كانوا ينجموا يصيروا ديزانسيدون بوكو بلو غراف، كانوا ينجموا يصيروا ديزانسيدون كما صاروا في ماتش ساكا بيجان وقت اللي زاد كان التعامل حسب رايي ماهوش ناجع واثبت وقت الشيء هذاك ماتش ساكا بيجان تاع النادي الافريقي وطاحت فيه ارواح وقت في الوقت هذاك. راني مانيش الالف في الراي العام، ماذوما سي دي كونستا يلزمنا نحطوهم على الطاوله باش نجموا نعالجوا الطريقه والامور بامور جديده.